طيب الآن نأتي ماذا استفادت المغرب من التطبيع والإمعان في التطبيع مع إسرائيل؟ أخي، بالنسبة للعلاقات المغربية الإسرائيلية، سأثير معكم موضوع ربما يعرفه البعض ربما لا يعرفه الكثيرون، وهو أن في فلسطين في إسرائيل جالية من اليهود المغاربة قاربت المليونين، وأقول بأن هذه الجالية يجب أن نعود بالتحديد إلى طبيعتها وخاصيتها منذ تأسيس إسرائيل، يعني قبل 60 سنة، الفترة التي كان هناك دفع لنزوح الإسرائيليين وجلبهم من الأراضي الدول الأخرى العربية وغير العربية وحشرهم في إسرائيل واستوطانهم هناك. كانت الجاليات التي تم استقدامها من الوطن العربي، من المغرب، من الجزائر، من العراق، من سوريا، من عدد من البلدان، هي الجاليات غير المرغوب فيها، هي الجاليات المنبوذة. يعني أقول لك المغرب أن يعني هناك المغرب عدد، تخلى عن هؤلاء؟ نعم، يعني المغرب تخلى عن هؤلاء اليهود الذين كانوا يعيشون في المغرب والذين هاجروا إلى إسرائيل؟ كلمة تخلى مصطلح غير دقيق، هذه لا، عملية تمت في لأنه الحرب هذا السابقة. الموضوع مهم. أنا دائما ما أسمع أنه في الحجاج تقولون أنه هناك جالية يهودية مغربية في إسرائيل. طيب نحن في تونس عنا في جربة، وأنت تعرف هذا، عنا يهود توانسة تونسيين يعيشون في تونس وهم تونسيين مثلنا، يعني لا لا لهم نفس الحقوق لا يا والحريات. أخي، فلماذا يعني إذا لا يهودي لا غادر من المغرب وذهب إلى إسرائيل فهذا أصبح إسرائيلي، لم يعد مغربي، هذا تخلى عن مغربيته أصلا يعني. نعم، أنا سأشرح لك هذا الموضوع. ما زال في المغرب يهود لم يغادروا المغرب، كما هو الحال في جربة، هم كما هو الحال مغاربة من هم مغاربة هم مغاربة المغاربة طبعا. أنا أتحدث لك عن هؤلاء، هذه الجالية التي تعتبر نفسها مغربية ومقيمة في إسرائيل. وبصراحة أنا فوجئت عندما تعاطيت للبحث في هذا الموضوع. كان هناك يهود مغاربة، أخذت يهود مغاربة كان منهم مدير المتحف اليهودي المغربي، يرفض إطلاقا قيم دولة إسرائيل ويعتبرها نكسة على العالم بأسره، وليس على الفلسطينيين وليس على العرب وحدهم وليس على الإسرائيليين. وما فوجئت به أنه خلال مرحلة ترحيل اليهود من ليس فقط من المغرب ولكن من بلاد عربية، في تونس هناك يهود غادروا، في بإرادتهم. مصر هناك يهود غادروا، في العراق النظام العراقي آنذاك طرد جميع اليهود من أرضه. فأقول لك أنه تم بعملية خطيرة دقيقة جدا قامت بها الحركة الصهيونية التي كانت تشكل المجتمع الإسرائيلي، لا أقول الدولة الإسرائيلية، إنما كانت بصدد بناء مجتمع إسرائيلي. كانت تميز بين اليهود المثقفين واليهود الأثرياء واليهود الفقراء واليهود، كانت تعمل واحد كما كانوا يقولوا قاعدة بيانات وتصنف اليهود. بالنسبة لها قامت بإرسال اليهود الأغنياء واليهود المثقفون إلى البلاد الغربية، إلى كندا، إلى الولايات المتحدة، إلى بعض البلدان الأوروبية، فيما أخذت اليهود الفقراء الضعفاء واستوطنتهم في إسرائيل. الآن بعد مرور، أقول لك منذ 67 حدثت هذه العملية، وخلال كذلك في السبعينيات إلى اليوم، هذه الجالية اليهودية الموجودة الآن من الدول العربية، وأقول تحديدا لماذا من المغرب، لأنه رغم سفرها إلى إسرائيل ظلت يا أخي على علاقة وطيدة بالمغرب. صدقني أننا نحن هنا في المغرب لنا، كما نقول بقوس مفتوح، لنا كره كبير للاسرائيليين ومعاداه للاسرائيليين بسبب معاداتهم للفلسطينيين الى غير ذلك. لكن ما ادهشني وانا ابحث في هذا الموضوع، ان اقول لك نسبه كبيره ومطلقه من اليهود المغاربه بعد ترحيلهم الى اسرائيل، واقول لكم انهم من الطبقات الفقيره والكادحه، لان اليهود الاغنياء والاثرياء تم ترحيلهم الى البلاد اوروبا الغربيه والى كندا والى الولايات المتحده الامريكيه. كونوا هذا المجتمع وهذا النواة وظلوا فيه يعانون في إطار خلية اجتماعية تميزت بالحفاظ على تراثها المغربي، على لهجتها المغربي. تخيل أنهم الآن الجيل الثالث الذي لم يولد في المغرب ويعرف الأمازيغية ويعرف العربية ويحفظ الأغاني المغربية، وتجد في قلب كل بيت إسرائيلي، وبعثت إليه صور اندهشت
لما رأيت صور الملك محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس والرايات المغربية موجودة في قلب هذه البيوت، وكان هذا الشق الاجتماعي الذي لا أريد أن أطيل في الحديث عنه كان له وزن ودور خطير في بعد وصول غالبية بعض نسبة من أبناء هذه الطائفة إلى السلطة في إسرائيل، حصلوا على أعضاء عضوية يعني وبالتالي حصلوا المغرب كذلك. الآن تقدر تتحكم ربما في القرار السياسي من خلال هؤلاء المغاربة، لا أو لا لا يا أخي هم ليس الآن لهذه إسرائيليين الدرجة. وليسوا مغاربة، يعني مش عارف أن الجنسية المغربية ما نعم زالت عندهم لا أم لا لا. لا يمكن أن يعني أن نتحدث عن هذا الموضوع بهذه البساطة، لا يمكن أن لكن نؤجل يا له أستاذ ذلك. عبد الهادي، طيب بساطة أو غير بساطة، أعطيني الآن ماذا يستفيد المغرب والمغاربة؟ أنت تقول لي جالية مغربية، هو السؤال، هل هي ما زالت مغربية أم إسرائيلية؟ أنا أعتقد أنه هي إسرائيلية وليست، تقول لي من أصول مغربية لكن لا تحمل الجنسية المغربية. المغرب ماذا يستفيد من إعادة العلاقات؟ وأنت تحدث لي عن هذا السبب، تقول لي لأنه هناك جالية، طيب ما الربط؟ ما الذي سيستفيد منه المغرب؟ يا أخي أولا لتصحيح واحد المعلومة، معظمهم وغالبهم يحملون الجوازات المغربية، طيب ممتاز. وسأفاجئك إذا قلت لك بأن المغرب ضبط قبل حوالي 3 سنوات أو 4 سنوات شبكة من اليهود المغاربة ومعهم مغاربة مسلمين وقادهم إلى العدالة بتهمة تزوير الوثائق من أجل تمكين إسرائيليين من الجنسية، لأنهم يطالبون بالجنسية المغربية حتى وإن لم يكونوا يعني من أصول مغربية. لكن إذا تحدثنا عن من باب البراغماتية وعن ما يستفيده المغرب شخصيا بالنسبة لعلاقته مع إسرائيل، يجب أن نكون دقيقين في حساباتنا السياسية والاستراتيجية. أنتم تعرفون بأن إسرائيل تحصل حاصل في البلاد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي دولة قائمة، وليس هذا هو المهم في كون إسرائيل دولة معترف بها أو غير معترف، وإنما لإسرائيل أستاذ عبد الهادي، طيب تفضل تفضل، رجع الاتصال. نعم لا يمكن أن نقول بأن إسرائيل رقم معادلة ضعيف وبسيط في المنطقة. نحن نعرف الآن أن هناك ترتيبات في منطقة الشرق الأوسط تتم من بواسطة إسرائيل عبر مع دول لا تعترف بإسرائيل في المنطقة، وهي الآن بصدد إعادة التموقع إقليميا ودوليا واكتساب الأوراق التي كانت في الماضي يعني تعتبر بالنسبة لها نقطة ضعف. لنأخذ على سبيل المثال إيران، منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران ونحن نقول بأن إيران ضد إسرائيل، إيران إلى غير ذلك، كثير من الحقائق تثبت بأن من مصلحة إسرائيل وجود إيران. طيب يبدو أن الإنترنت ضعيفة عند الأستاذ، تفضل رجع الاتصال الأستاذ كذلك تفضل. كذلك وجود إسرائيل، الوجود الإسرائيلي يخدم عدد من دول المنطقة مثل إيران مثلا في علاقاتها مع الدول العربية من أجل الضغط، فهي دائما كانت بؤرة توتر في المنطقة. وده عرفت الدول العربية، وأعتقد الآن أن القيادات الصاعدة في السعودية وفي الإمارات وكذلك في مجلس في كافة دول مجلس التعاون الخليجي مع بعض الاستثناءات في قطر، أقول لك بأن الجميع يتجه ليس للتطبيع مع إسرائيل من أجل استقرار الداخلي والسلام وتوضيد الملفات، وإنما من أجل فهم هذا الخصم وهذا الكيان والتعامل معه بشروط ووسائل جديدة للضغط عليه، طيب خاصة إذا وضع الاعتبار أن مثلا في حالة المغرب الآن خلال علاقته مع إسرائيل، يعني بالنسبة له كما سمعتم في وسائل الإعلام الفرنسية قبل حوالي شهر أو شهرين على ما أعتقد، بأن فرنسا قالت بأنها تقترح على المغرب قطع علاقاته مع إسرائيل من أجل تطبيع العلاقات مع الجزائر. وهنا بالنسبة لي كمحلل أرى بأن علاقات المغرب بإسرائيل لم تضر الجزائر في شيء، وإنما ألحقت ضررا سنأتي خطيرا. لهذه النقطة.